أنا شاب أعمل في المملكة منذ 7 سنوات، أصلي وأصوم والحمد لله، وقبل سنة تزوجت، ولكن الفتاة ليس لها ولي، فليس لها سوى أختها، وعندما ذهبنا إلى المحكمة رفضوا أن تكون أختها ولية على أمرها، وبعد مدة تزوجتها بحضور 3 شهود، وتم الزواج بدون ورقة عقد من المحكمة، وبعد 6 أشهر أرسلوا إلي من بلادي عقد زواج من محكمة شرعية بدون أن نحضر أنا وزوجتي، وحصلنا على العقد بواسطة توكيل عني وعن زوجتي من البلاد الأخرى، فهل هذا الزواج صحيح بهذه الصورة أم لا؟ وإذا لم يكن كذلك فماذا علينا أن نفعل لكي نصححه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإنه من المعلوم أن من شروط صحة الزواج وجود الولي الذي يعقد يتولى العقد لموليته. نعم. وإذا لم يكن لها ولي من عصبتها فإن وليها حاكم الشرع يتولى أمرها ويعقد لها. وهذا العقد الذي ذكره السائل هذا مشتبه، لا ندري على أي صورة وقع، لأنه قال إنها ليس لها ولي إلا أختها، وأن المحكمة رفضت ولاية أختها، ثم قال إنه جاءه عقد بالتوكيل منه ومنها من بلادهم. نعم. ثم قال إنه تزوجها بحضرة شهود، فهذا العقد لا ندري على أي صفة كان، ومن الذي عقد تولى عقدها، وعند من أهل العلم حصل هذا الشيء. نعم. فالأمر لا يزال مشكلا، فالواجب عليه أن يتصل بالمحكمة الشرعية أو أن يتصل برئاسة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد في الرياض، يتصل بهم شخصيا ويشرح لهم قضيته، وسيجد إن شاء الله التوجيه السليم. نعم. بارك الله فيكم.